لك الله يسلم هالدياد. الله يسلمك صحة وهنا. على قلبك. وين فيجانك؟ خلص البن حبيبي. لا ولا يهمك بسيطة. صدقيني اليوم من كتر ماني شربان قهوة مرمر قلبي. لا لا ما بصير ما بصير. شو ما بصير كاملين انت عامل لك ماني قدران. على كل حال ولا تشغلي بالك. إن شاء الله بكرة رح أقبض سعر آخر رواية. أنت متأكد إنه رح تقبض بكرة؟ صار لنا شهرين على هالحالة. حبيبتي مثل ما بيوعدوني، شو بيقولوا لي أنا بخبرك. قولي لي هلا صفيان معك شي من الراتب؟ بقيان 50 ليرة بعطيك إياهم بكرة. يلا بسيطة مو مشكلة، إن شاء الله بكرة بقبض وبتنحل كل مشاكلنا. إن شاء الله يا رب. آه بالمناسبة إذا قبضت ابقى جيب لنا شوية رز، شوية برغل، شوية فريكة. ما بقى في شي بالبيت. إن شاء الله. لا بابا أنا لا بدي لا برغل ولا رز، بدي فرودة مشوية وبكرة إذا ما جبت لي إياها ما بدخلك على البيت. لا لا لا, لا أبداً راح أجيب لك وتكون كبيرة كمان مشان تشبعي. بس ما بدنا ننام هلا؟ يلا صباح الخير. صباح الخير بابا. صباح الخير حبيبتي. شرفي حبيبتي. يلا
السلام عليكم. يا اهلين وسهلين بكاتبنا العظيم. اهلين استاذ باسم، شرفت المحل، نورت المحل. يا اشرقة الانوار استاذ باسم، بارك الله فيك. يا اهلا وسهلا، امرني. ممكن ربطة خبز لو سمحت؟ يا ابني يا عماد، ربطة خبز للاستاذ باسم بسرعة. يا اهلا وسهلا، اخر كتاباتك استاذ باسم. عم نحضر هلا مجموعة قصصية جديدة. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا استاذ باسم، شرفت شرفت، تفضل. بدي اقول لك خجلان شوي منك بس والله، يعني هي مية محل زي بس الحسبة القديمة. هالكام يوم بعد اذنك معلش تحملني. شرفت استاذ باسل. شكرا جزيلا. يا اهلا وسهلا. شكرا جزيلا. شرفت. يا اهلين. السلام عليكم. نورت. الله معك. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. اهلا استاذ باسم. الله يخليك. على فكره استاذ، روايتك كثير حلوه، قريتها مرتين صار. تسلم يا استاذ، هذول الزواج. بخير استاذ، يعني ما صار شيء؟ والله يا استاذ باسم انا خجلان منك كثير. ماشي استاذ، ولا يهمك. ليش عدم موافقة؟ بعدين.
أهلين أستاذ باسم. أهلين أستاذ. الحقيقة أنا تابعت أخبار روايتك الأخيرة على الإنترنت. كل وكالات الأنباء حكت بشكل كتير حلو وكتير ظريف عن روايتك. بهنيك يا أستاذ باسم. شكرا جزيلا كلك زول. باكيت زكاتها. قل لك بعدين برجع انا وراجع باخذه. يا خيو تحملنا كثير، تحملنا اليوم يا خيو. السلام عليكم. Thank you.
مرحبتين، اهلين، اتفضلي تقري. تفضلي. ما حدا بيوقف. اهلين ام محمد. شلونك يا محمد؟ إيه كان شربتوا القهوه وما استنيتوني؟ حبيبتي تعودنا على تاخيرك، دائما بتتاخري لنا هيك، ليش الصاير كمان معي؟ لك اخ اخ، حيفي على الله. لك ايش في ليش يا محمد؟ ما في شيء، بس الله وكيلك، بين الوظيفة وتربية الأولاد والتنظيف وطلبات الرجال، إيه والله والله بيمرق نهار ما بعرف كيف. لك ما عم بقدر حك راسي. الله يكون بعونك، والله هالأيام فتح البيت بده هالزكتاف. إيه والله راتب واحد ما عاد يكفي، صارت الحياة صعبة كتير. والله أنا بعرف إنه البيت للمرأة والشارع للرجال. قال الرجال جنة والمرأة بنا، بس انتو نسوان هالأيام بتحبوا تكبروا راس. لك ايه طولي بالك يا أم العبي، على طول شيء للسلم بالعرض انتي حبيبتي. لك ايه والله الحياة صعبة، صعبة يا جماعة. يعني بعدين حبيبتي ليش أخذنا الشهادات نحن؟ مشان علقهم بالمطابخ تقبريني؟ يو تقبروني، دخيلكن ودخيل شهاداتكن. هلأ مشان الله بدي أعرف كل هالوقت يلي ضيعتوه بالدراسة بشو استفدتوا منه؟ شقفة وظيفة؟ يلواه الواه. كنتي مرت ابني مصعب الله يسلمه ويخلي لي اياه شهادة ابتدائي ما معه. اي والله العظيم ما معه. شو انا عم بمزح؟ ما معه، واولادها ما بتعرف تدرسهم. بس شو عايشة بنغنغة وعز، اللقمة الطرية لتمها واليابسة اللي جيبتها وكل شي من احسنه، وابني ما بيقدر الا لا، بتقله انفلق وهو منفلق، والله عم ما ينفلق. يا ام العبيد، هلا مو كل النسوان مثل كنتك، الحياه مشاركه. ايه والله مها معها حق، الحياه شراكه بكل شيء، يعني خادم وامير مو ظابطه. ليش مو ظابطه؟ والله ظابطه، والمثل بيقول الحجر محله انطار. يو شو هالحكي؟ ليك هاي ام محمد يا دوبه تلحق الطبخه وتحط ولادها عند مرأة بتاخذ منها كل شهر ما فتحوا رزق، وبدها مصاري اجر الطريق، وبدها لبس وغندره بشرفك. ام محمد عم بحكي مزبوط ولا لا؟ ايه والله كلامك مزبوط، بس يا ام العبد القصه مو قصه مصاري وبس. ايه بس يا ام العبد، الشغل بيعمل قيمه للمرأة ببيتها ومع اولادها وحتى مع جيرانها كمان. ايه حاجي بقى حاجي، هذا الحكي علموكن يا مشان تشتغلوا. هي امي وامي وستي وستي كانوا مبسوطين ولا ما كانوا مبسوطين؟ لا والله كانوا مبسوطين كتير. لقمتهم لعندهم، كسوتهم وخرجيتهم لعندهم، والصيغة بإيدهم رطل. إيه بس كمان كانوا ينهانوا. طبعاً الزمان الأول يتغير أم العبد، هلأ المرأة صارت تمشي كلمتها برات بيتها وجوات بيتها. بالله شو؟ إلا كان اسمعوا هالقصة. ام هشام جارتنا يلي براس الحارة موظفة وقد الدنيا، جوزها رفع عليها دعوة وحطها ببيت الطاعة وقال لها اذا ما بتقبلي بطلقك وباخد ولادك مني. صارت بالشوارع عم تمشي من قرنة لقرنة وما عرفانة شو بدها تساوي. هلا بهاي معك حق، لانه قانون الاحوال الشخصية ما تغير. بس لك لا تبسبسي لا تبسبسي، قال اكبر منك بيوم اعرف منك بسنة. بتعرفوا الآنسة سميحة يلي كانت مدرسة؟ تعرفوها؟ بتتذكروها ولا ما بتتذكروها؟ كيف لكان؟ الله يذكره بالخير، كانت تدرسه لابني علاء. شبهها؟ هذا يا ستي قبل 20 سنة تجوزت واحد جزائري كان ساكن ببيت أهلها وجابت منه ولد. بعد شي كم سنة مات هالرجال، ضلت هي أرملة وربت هالولد لصار شب، بس ما قدرت تعطيه الجنسية، ضل جزائري. قال لا تستطيع المرأة أن تمنح أولاد الجنسية. معهم حق يعملوا هالحكي؟ يه يخرب بيتهم، لك الولد ولد هون وعاش هون وما بيعرف الجزائر إلا على الخريطة. لسه بتقولولي مرأة وما مرأة؟ إيه ما في مرأة إلا باللحمة. تعرفي يعني هي أول مرة بسمع هيك قصة. يا ستي أنا على قد ما لي سمعاني قصص وشايفة وعارفة، والله والله صرت عم اتحسر عليكم. هاتي لشوف يا محامي النسوان. انتو هيك صرتوا عبيد اكتر. الوحدة منكم الصبح بالوظيفة، الظهر طباخة، المساء خدامة، وبالليل زوجي. والمشكلة انه لحديت هلأ مالكن عارفانين انه صرتوا انصاف امهات وانصاف زوجات وانصاف عاملات.
يو شو بكون عم تطلعوا فيني هيك؟ ايه والله انصاف انصاف انصاف. الشيء الوحيد يلي زاد عليكم تعبكم وتتحرروا. وانا شو بدكم تتحرروا؟ ايه مرحبا تحرر. ايه لا مو لهالدرجه يا ام العبد. هلا انا اليوم اللي ما بداوم فيه بحس كانه ناقصني شيء. ايه والله مو صح. مين ابصر مين اجت؟ مين عجل؟ ما بعرف. مين؟ والله حكيتها حلوه هالام العبد. ايه كل البهدله تخليتها يعني. لك عم نتسلى. كنتها ما معها ابتدائيه معقوله وجوزها شايله الراحات. الحظ اعطيني وبالبحر ارميني. تفضلي 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 تفضلي. يا اهلين وسهلين تفضلي. اهلين اهلين اهلين. تعي امتعدي قعدي جنبي حبيبتي. ليش تاخرتي هالقد؟ اخ اخ استنيت لراحوا الخطاب اللي جايين لاختي. الله لا يوفقهم. ليش ما عجبتهم البنت؟ اسمعوا لاحكي لكم على هالحكايه. قال فاتوا وقعدوا وقعدوا يسألوا بقى الأسئلة. قال شو؟ إن شاء الله البنت موظفة، إن شاء الله بتقبض راتب منيح، إن شاء الله أجت الزودة الجديدة، إن شاء الله رح تترفع قريبا. يبعت لهم حمى إلهي، يبعت لهم حمى. لك على اسم البنت ما سألوا، على عمر البنت ما سألوا. والله والله رح يجننوني كانوا. شفتي حبيبتي أم العبد؟ شفتي شلون؟ عم بيسألوا صايرين على الشهادات تقبريني. ايه فعلا صاروا عم يسألوا عن الشهادات والوظيفة. ايه ليش هيك عم يصير معنا على قولة محمود جبر الله يرحمه؟ ايه الحمد لله يلي تجوزت من قبل. Thank you.